السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معاكم ميس إنجي فخر الدين معلمة رياضيات بمدرسة بدر تايجرز الخاصة. عندنا النهاردة في الهندسة هناخد العلاقات بين الزوايا، بعد ما خدنا مفاهيم هندسية وعرفنا يعني ايه زاوية ويعني ايه شعاع، خط مستقيم، قطعة مستقيمة، عايزين نعرف ايه العلاقات اللي بين الزوايا. اول حاجة عندي في العلاقات بين الزوايا الزاويتان المتجاورتان. يعني ايه زاويتان متجاورتان؟ يعني زاويتين جنب بعضهم بس ليهم شرطين عشان يتحققوا، عشان اقدر اقول ان اللي قدامي دول زاويتان متجاورتان لازم يتحقق شرطين. الشرط الاول ان هما تشتركان في نفس الرأس، اللي هي زي الرسمة اللي عندي دي كده، عندي زاوية ألف ب ج وزاوية د ب ج، الاتنين ليهم نفس الرأس اللي هي ب، ولازم برضو يكونوا مشتركتان في الضلع، في ضلع مشترك هنا وهنا اللي هو ب ج، والضلعان الاخران الضلعين التانيين اللي في الطرف ده وفي الطرف ده يكونوا في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. يعني الضلع المشترك ب ج اهو اللي في النص ده، الضلعين بقى الاساسيين بتوع الزاوية واحد على يمينه واحد مثلا على شماله، او واحد من تحت واحد من فوق، المهم ان هما يكونوا في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. طيب انا دلوقتي زي ايه عندي زوايا متجاورتين؟ الف ب ج ودال ب ج، دول زاويتان متجاورتان. طب لو قلت الف ب ج والف ب د اللي هي الزاويه الكبيره كلها، دول متجاورتان ولا لا؟ انا لو بصيت كده على الزاويتين او قريتهم بالحروف هلاقي ان الرأس ب مشتركة هنا وهنا، يبقى كده اول شرط اتحقق. دايما الرأس بتيجي في النص زي ما اتفقنا، رأس الزاوية لو انا بقولها بثلاث حروف لازم رأس الزاوية يكون هو الحرف اللي في الوسط، فانا دلوقتي عندي اول شرط ده اتحقق. طيب ايه الشرط التاني؟ ان يكونوا مشتركتين في ضلع. طيب هل هنا هما مشتركتين في ضلع والضلعان الاخران في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك؟ طبعا لا، يبقى هقول عليهم غير متجاورتين، يبقى زاوية الف ب ج والف ب د دول غير متجاورتين، لان الضلعين مين بقى؟ ب ج اللي في النص ده وب د دول في جهة واحدة من الضلع المشترك، الاتنين في جهة واحدة اللي هو ايه؟ اللي هو الف ب، الضلع المشترك اللي هو الف ب، الضلعين دول الاتنين مش في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. الرسمة اللي بعدها عندي الشكل اللي قدامي ده، في زاوية ب ألف جيم وزاوية جيم جيم ه دال، الزاويتين دول متجاورتان ولا لأ؟ الزاويتين دول غير متجاورتان لان هما مش مشتركتان في الرأس. انا دلوقتي عندي الحرف اللي في النص هنا الف واللي في النص هنا ه، يبقى كده هما مش مشتركتان في الرأس، يبقى من بداية كده الشرط الاول ما تحققش، يبقى اقول عليهم على طول زاويتان غير متجاورتان. تاني حاجة عندي الزاويتان المتتامتان. يعني ايه زاويتان متتامتان؟ يعني زاويتين مجموعهم بيساوي 90 درجة، لما اجمع قياس الدرجة بتاعت الزاوية الأولى والتانية لازم الدرجات دي مجموعها يكون 90 درجة عشان أقول عليهم زاويتان متتامتان. زي مثلا الزاويتين اللي عندي هنا ألف ب د ود ب ج، دول زاويتان متتامتان لأن لو جمعت 35 و55 هيدوني 90 درجة. زي ايه تاني؟ مثلا 40 و50 أقول عليهم متتامتان، 70 و20 متتامتان. طيب عندنا شوية ملحوظات عايزين نعرفها عشان ممكن تجيلي أكمل في الامتحان. أول واحدة الزاويتان المتتامتان إما أن تكون زاويتان حادتين، يعني دي حادة ودي حادة فمجموعهم اداني 90 درجة، أو إحداهما صفرية والأخرى قائمة. يعني لو عندي زاوية قياسها صفر وزاوية قياسها 90 درجة، قائمة يعني 90 درجة، لو جمعت الصفر مع 90 هيديني 90 درجة، يبقى كده اقدر اقول على الزاوية الصفرية والقائمة مع بعض زاويتان متتامتان. تاني حاجة الزاويتان المتجاورتان اللي ضلعهم المتطرفان متعامدان، متعامدان يعني خط افقي وخط رأسي، بيبقى مالهم الزاويتين دول؟
متتامتان، يعني مجموعهم 90 درجة. تالت حاجة، متممات الزاوية الواحدة أو الزوايا المتساوية في القياس تكون متساوية في القياس. يعني ايه الكلام ده يا سنة أولى؟ دلوقتي لو أنا عندي زاوية اسمها ألف بتتمم زاوية تانية اسمها ب، وعندي زاوية اسمها جيم بتتمم نفس الزاوية اللي اسمها ب، يبقى أنا كده عندي كام زاوية بتتمم ب؟ 2، اللي هما مين؟ ألف وجيم. ب زاوية مشتركة اتقالت هنا وهنا، لو أنا شلت ال ب اللي متكررة هنا وهنا دي، يبقى ألف وجيم زاويتان متساويتان، هما كمان هيتساووا في القياس. يعني لما يكون عندي حاجتين بيساووا حاجة واحدة، يبقى الحاجتين دول هما كمان بيتساووا. الزاويتان المتكاملتان، وما نلخبطش بين الاسمين، كلمة متتمتان حاجة وكلمة متكاملتان حاجة. متتمتان قلنا مجموعهم 90 درجة، طب المتكاملتان مجموعهم 180 درجة. زي مثلا الزاوية ألف ب د والزاوية ج ب د، الزاويتين دول كل واحدة فيهم قائمة، كل واحدة فيهم 90 درجة، يبقى مجموعهم كام؟ 180. يبقى أقدر أقول عليهم متكاملتان ولا لأ؟ ألف ب د وج ب د زاويتان متكاملتان، لأن مجموعهم 180 درجة. طب لو في عندي زاويتين، واحدة قياسها 30 درجة وواحدة قياسها 150 درجة، أقول عليهم متكاملتان ولا لأ؟ متكاملتان، لأن مجموعهم 180 درجة. الزاوية اللي قياسها 35 درجة تكمل زاوية قياسها ايه؟ لو انا عندي زاوية ب35 وعايز اجيب مكملتها، هتبقى 180 ناقص 35. طب لو عايز اجيب متممتها، يبقى 90 ناقص 35. بالظبط كده. بعد كده عندي ملحوظة بتقولي الزاويتان المتكاملتان اللي هما مجموعهم 180 درجة، اما ان تكون احداهما حادة والاخرى منفرجة. طبعا واحدة هتبقى حادة لو صغيرة، يبقى التانية ايه؟ اكبر بقى، اكبر من 90، يعني واحدة حادة واحدة منفرجة، ساعتها هقول عليهم متكاملتان. او ان تكون كلا منهما قائمة، يعني كل واحدة فيهم ب90، ساعتها برضو مجموعهم هيكون 180. طب ممكن يكونوا ايه تاني؟ ممكن يكون احداهما صفرية والاخرى مستقيمة، يعني واحدة قياسها صفر وواحدة قياسها 180 درجة، ساعتها برضو هيكونوا زاويتان ايه؟ متكاملتان، لان مجموع الصفر والمستقيمة 180 درجة. الزاويتان المتجاورتان الحادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع، الجملة دي مهمة جدا وبتيجي كتير في الامتحانات. تاني، الزاويتان المتجاورتان، يعني اللي بتنطبق عليهم شروط الزوايا المتجاورة، اللي هما مشتركتان في رأس وضلع، والضلعين المتطرفان في اتجاهين مختلفتين من الضلع المشترك. الحادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع، زي الرسمة اللي قدامي دي، ادي مستقيمة اهو وادي شعاع، في زاوية هنا على اليمين وزاوية هنا على الشمال. الزاويتين دول مالهم؟ الزاويتين اللي جنب بعض متكاملتين. يعني ايه متكاملتين؟ يعني مجموعهم 180 درجة. يعني انا عندي دلوقتي في الرسمة اللي قدامي قياس زاوية ب ألف دال زائد قياس زاوية ج ألف دال يساوي 180 درجة. طب اذا كانت الزاويتان المتجاورتان متكاملتان، لو انا لقيت زاويتين جنب بعض مجموعهم 180، يبقى انا هستنتج ايه؟ لو هو جاب لي زاوية وزاوية جنب بعض ولقيت مجموعهم 180، يبقى الضلعان المتطرفان اللي هما ب ألف وب ج يكونان على استقامة واحدة، يبقى انا هستنتج ان الضلعان المتطرفان على نفس الخط المستقيم، يعني على استقامة واحدة. يعني انا لو لقيت زاوية ب ألف د زائد زاوية ج ألف د بيساوي مجموعهم 180 درجة، الزاويتين مع بعض، يبقى ألف ب وألف د اللي هما الضلعان المتطرفان على استقامة واحدة. إذا كانت الزاويتان المتجاورتان غير متكاملتان، يعني انا لو لقيت زاويتين زي ب ألف د وج ألف د
مجموعهم مش 180 غير متكاملتان، يعني مجموعهم اي رقم غير 180. يبقى الضلعين المتطرفان مالهم؟ لا يكونان على استقامة واحدة. ساعتها بقى مش على استقامة واحدة، يبقى الشرط بتاعي عشان ضلعان الزاويتان المتجاورتان يكونوا على استقامة واحدة ان يكون مجموعهم 180 درجة. مكملات الزوايا الواحدة او الزوايا المتساوية في القياس تكون متساوية في القياس. قلنا نفس الجملة دي بس على المتممات مش المكملات. يعني لو انا عندي زاوية الف تكمل زاوية ب، وعندي زاوية جيم تكمل زاوية ب، يبقى كده ب اتكررت هنا وهنا. يعني عندي حاجتين بيكملوا حاجة واحدة، يبقى الحاجتين دول متساويتان، يبقى ألف وجيم متساويتان. بعد كده عندي الزاويتان المتقابلتان بالرأس. طيب عايزين نتفق على حاجة، لو نلاحظ كده الرسمة اللي قدامنا دي عاملة زي حرف الإكس، شبهه يعني شبه ليه كده. أي حرف إكس يترسم قدامي هيعمل لي زاويتان متقابلتان بالرأس، يعني ليهم نفس الرأس وكل واحدة في وش التانية في الناحية التانية. تعريف الزاويتان المتقابلتان بالرأس، هما زاويتان مشتركتان في الرأس من اسمهم، وكلا من ضلعي إحداهما على استقامة واحدة مع ضلع من ضلعي الزاوية الأخرى. زي إيه يعني؟ عشان إحنا عايزين نفهم بالرسم، د م ب، شايفين زاوية د م ب وزاوية أ م ج، الزاويتان دول أقول عليهم متقابلتان بالرأس. طيب مالهم الزاويتان المتقابلتان بالرأس؟ بيكونوا متساويتان في القياس. طب هل أنا عندي في نفس الرسمة دي زاويتين تانيين متقابلتان بالرأس غير الاتنين اللي احنا قلنا أساميهم دلوقتي؟ اه عندي، اللي هنا فوق دي واللي تحتها، دول برضو هما كمان متقابلتان بالرأس، اللي هي زاوية د م أ وزاوية ب م ج. يعني ايه متقابلتان بالرأس؟ مالهم يعني المتقابلتان بالرأس دول؟ بيبقى مالهم؟ بيبقوا متساويتان في القياس. بعد كده عندي الزوايا المتجمعة حول نقطة. لازم نكون عارفين كويس جدا ان لو انا عندي نقطة زي النقطة ميم دي وخرج منها اكتر من شعاع، الاشعة اللي خرجت من نقطة ميم كونت لي اكتر من زاوية، مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة لازم يكون 360 درجة. زي كده مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة 180 درجة، حاجة مفيش عليها اختلاف وما ينفعش ان انا ابقى مش عارفها او نسيها. يعني انا هنا لو جمعت زاوية ب م د زائد زاوية د م أ زائد زاوية أ م ج زائد زاوية ج م ب، لازم مجموعهم يطلع 360 درجة. اخر تعريف عندي منصف الزاوية. ايه هو منصف الزاوية؟ باين من اسمه كده، منصف الزاوية بيعمل ايه في الزاوية؟ بيقسم الزاوية بتاعتي لزاويتين لهما نفس القياس، عشان كده اسمه منصف الزاوية. يعني انا لو عندي زاوية كبيرة زي اللي قدامي اللي هي الف ب ج، وخرج من رأس ب دي من النص كده شعاع اسمه ب د، يبقى مين هو منصف الزاوية؟ ب د. ليه بقى هو المنصف؟ لانه قسم الزاوية لنصفين متساويين في القياس. يعني دلوقتي بقت زاوية الف ب د قد زاوية د ب ج، كل واحدة فيهم بتساوي نص الزاوية الكبيرة اللي هي ألف ب ج. يعني زاوية ألف ب د ممكن أقول عليها نص ألف ب ج، وزاوية ج ب د هي كمان بقول عليها نص زاوية ألف ب ج. لكن الزاويتين اللي فيهم نجمتين دول اللي قدامي على الرسمة، الاتنين مالهم؟ متساويتان في القياس. ياريت نذاكر التعريفات الستة دي كويس جدا ونفهمهم، علشان ما تقفش معانا حاجة بعد كده في أي سؤال يقابلنا. شكرا ليكم.